قصة لمالك بن دينار في البصرة. يقول خرج من مسجده وفرى على بعد في الطريق رجل مستلقي على الأرض، وبطبيعة الحال تقدم الإمام مالك رغبة في إنقاذه أو إسعافه أو ينظر على الأقل حاله. فلما تقدم إليه وجد شبه مغمى عليه ويفتح فمه يقول الله الله. يقول فاقتربت مالك منه فرأيت أثر الخمر، أكرم الله المشاهدين وإياكم، أثر الخمر على شفتيه. يقول فغاضني ذلك، يعني تألمت. ليش يا مالك؟ علمنا وش السبب؟ مو عشان طايح. قال تألمت أن يذكر لفظ الجلالة من بين شفتين نجستين. الله. يقول فأخذت قطنا فبللتها فأخذت أمسح شفتيه وقلت اللهم يا حي يا قيوم رده إليك ردا جميلا، اللهم اهده، اللهم رده إليك ردا جميلا. قال فذهبت. يقول الإمام مالك هذا الرجل يذكر في سيرة الإمام مالك يقول جئت يوما فرأيت عند باب المسجد اللهم إن قبلتني فقد فزت وإن رفضتني فقد خسرت. قال مهما هذا الدعاء من أنت؟ قال أنا الذي طهرت شفتيه الله. في ذلك اليوم حبا لله منك أشهدك يا مالك أنني تبت الله توبة نصوحا.